ده بيكون شكله زي ما حضراتكم شايفين امامكم. ودي شكل الزهرة. طبعا احنا دخلنا جوه هنا طبعا. دي كلها باشن فروت زي ما حضراتكم شايفين امامكم بشكل الثمار. دي عملنا عليها فيديو يعني هنوريكم الشكل. عملنا عليها فيديو من الزراعة لغاية يعني لغاية الحصاد. بسم الله ما شاء الله. ده بيكون الشكل الزهرة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. حتى سيبنا احنا على شكل الجوافة. فبسم الله ما شاء الله شايفين. على التين برضه ان شاء الله الفترة الجاية مجهزين فيديو كامل لزراعة ام الفواكه النوع الاصفر والعناية به. طبعا شفتوا فيديو عن طريق التلقيح اليدوي. فأتمنى تكون استفدتوا منه برضو. الحاجة التانية ان فيه كذا صنف ان شاء الله جاي لنا قريب هيتم عمل منه اكساس طبعا. وبعد كده ان شاء الله هنزرع منه شتلات في المشتل هنا ونجرب الثمار. وبعد كده هنطلع شتلاته بإذن الله. ده طبعا زي ما حضرتكم شايفين ده نبات الشاي الأزرق. ودي شكل البذور بتاعته زي ما حضراتكم شايفين امامكم. دي بيكون شكل البذور. عملنا فيديو كامل للشاي الازرق ازاي تزرعه وازاي تهتم بيه. فده بس مباشر كده يعني بعد فترة غياب كبيرة من فيديوهات البث المباشر. حبينا نطلع مع حضراتكم وحبينا نطلع مع حضراتكم ونوريكم جديد في شجيرة او فاكهة ام الفواكه. ده زي ما حضراتكم شايفين ده الشتلات الموجودة عندنا. بسم الله ما شاء الله. كل ده النوع اللي هو الموف والنوع اللي هو الاصفر. طبعا دي شتلات الدراجون هنبقى نتكلم عليها في فيديو ثاني طويل ان شاء الله هيكون بالتفصيل. اتمنى الفيديو تكون استفدتوا منه. اتمنى تكون دردشه بسيطه. طبعا بعض الاخوه الوقت لسه مبكر عندهم بالنسبه لهذا يوم الجمعه. بس طبعا ان شاء الله في بث مباشر ثاني كل جمعه هنبدأ إن شاء الله إيه نتقابل فيه وندردش في أمور الزراعة طرق إكسار النباتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.